قبل كل شيء لازم تعرفون ان شغلنا بالقطاع النفطي وخاصة بالحفر في وايد مخاطر. يوسف شوف عندهم قهوة على نفط. لا وايد وزوالك وراهم. اصلا النفط ما له شغل بالديناصورات. صح؟ في قاع البحار والمحيطات في صخور مسامية مثل هالصخرة. اها بعدين نقدر نستخرج النفط من هذه المحابس. او ماي جاد لايك سيريوسلي. يدخل على مركز التجميع النفط من لابر. شنو هذا؟ وهني يجي دور القاطرات. هو هلا بالقانونو. عندي لكم مفاجأة. احنا فريق عمال نستقبل.